السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالة الطقس لصباح الأربعاء إن شاء الله لبكر الصباح هاو الحال، هاي حالة السماء اللي كيفاش تكون. عموما السماء صافية باستثناء عبور سحب السحب على المناطق الشمالية، هذه مع الصباح. خلال الظاهرة إن شاء الله بدون تغيير دائم من هذا الضغط الجوي مرتفع متمركز على بلادنا يبقى الحال شباب. نجوزوا لدرجة الحرارة ننتظروها خلال صباحة هذه الأربعاء إن شاء الله. حرارة نقدر نقولوا راهي فصلية خاصة على الهضاب العليا، لأنها تتراوح ما بين 6 7 إلى 8 درجات على السواحل، ما بين 14 إلى 15 على الهوكر والطاسيلي، هابطة شوية خاصة على جنات 12 11 درجة، 16 بيتين ديوف، 15 بغردايا ورقلة وبشار، 10 بقسمطينة، 13 بتلمسان، سيدي بالعباس وأيضا أم البواقي. فيما يخص خلال الظاهرة إن شاء الله درجة الحرارة دائما ما بين 22 و 25 على السواحل، 31 على الهوغر والتصلي، 30 على الصحراء الوسطى، 35 34 على أقصى الجنوب. أما على الهضاب العليا ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية. فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحار عموما يبقى شباب، لأن الرياح ضعيفة 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة، رؤية من 4 إلى 8 أميال بحرية. كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومات الفلكية. شرق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وضوحة هذه الأربعاء 15 نوفمبر 2023. أنا بقى غنقول لكم ربي يدوم قوسكم دائما مع برامج الشرق.